من فجر البشرية لليوم، والإنسان يحلم بسبر أعماق الكون للبحث عن حقيقة وأسرار الوجود. ابتكر أجهزة ومعدات ليحقق غايته في كل شيء يلزمه، وصاغ النظريات في كل الميادين والمجالات، ومن بينها الرياضيات والفيزياء. من بعد ما استعان باستكشافات وانجازات علمية وتكنولوجية عظيمة ليوصل للأجوبة اللي شغلت تفكيره. البشرية أنتجت علماء وعباقرة على مر الأزمان، ساهموا في تقديم إجابات نسبية مثل كوبرنيكوس، البتاني والخوارزمي، وصولاً لنيوتن وأينشتاين. كل هالعلماء أبدعوا بإنجازات علمية كبيرة، بذلوا جهودهم هدفها الوصول للحقيقة المطلقة لقوانين الطبيعة. من بين الظواهر الغريبة في الكون هي الثقوب السوداء، وحتى نفهم شو هي الثقوب السوداء أبغيكم تتخيلون المادة مجمعة بشكل كثيف لدرجة أن إلها جاذبية كبيرة تجذب كل شيء من حولها، من الكواكب والنجوم وحتى الضوء. يعني هي بقعة يكون فيها سحب جاذبي كبير لدرجة يشكل خطر على كل شيء يمر بجانبها. ولكن كيف تتكون هذه الثقوب السوداء؟ في أكثر من نظرية لتشكيل هذه الثقوب، لكن لحد اليوم ما قدرنا نتأكد من صحتها بشكل كامل. من بين هالنظريات، أصح نظرية تقول إن هالثقوب تتكون يوم تنتهي طاقة النجوم العملاقة اللي تزيد كتلتها 20 ضعف كتلة الشمس، ووقتها تصير قوة الجاذبية تشد العناصر والذرات اللي يتكون منها النجم إلى مركزه، وتنضغط المادة فيه بشكل كبير، وبسبب كثافته وقوة الجاذبية ينفجر النجم ويتحول لكتلة من المادة المضغوطة، وهو الثقب الأسود اللي يبتلع كل شيء يمر بجانبه، وحتى الضوء ما يقدر ينفذ منه. قلنا ان تركيز المادة في الثقوب السوداء كبير لدرجة ان احنا ما نقدر نتصوره. ولكن شو هو تركيز المادة؟ خلونا نعطي مثال. لو خذنا قبضة من صخرة الجرانيت بنلاقي ان وزنها بيكون حوالي 280 جرام، وإذا أخذنا قبضة من المادة الموجودة في مركز الشمس وزنها بيكون 29,000 جرام. أما وزن قبضة من مادة الثقب الأسود فبيكون 50 أكتليون جرام، يعني 50 وبعد 27 صفر، وهو ما يعادل 10 أضعاف وزن الكرة الأرضية. وهذا التركيز الهائل لكتلة المادة في الثقب الأسود هو سبب الجاذبية الخارقة الموجودة فيه. بما أن الثقوب السوداء هي بالفعل سوداء، أو بالأحرى أن ما نشوفها لأن الضوء ما يقدر يفلت من جاذبية الثقوب السوداء، هذا يعني أنه من المستحيل نشوف الثقوب السوداء بشكل مباشر. فالسؤال اللي يطرح نفسه هو كيف نعرف أنها موجودة؟ بنفس الطريقة اللي اكتشفنا فيها كوكب أورانوس ونبتون نقدر نعرف بوجود الثقوب السوداء من مراقبة تأثيرها على البيئة المحيطة بها. نفترض أن نجم اقترب من ثقب أسود، بشكل طبيعي يسحب الثقب الأسود النجم باتجاهه ويمزقه، وعندها تبدأ المادة بالتسرب من النجم إلى الثقب الأسود بسرعة متزايدة، ترتفع درجة حرارتها وتلمع بشدة تحت أشعة الأكس، وعن طريق التلسكوبات نعرف أن هناك ثقب أسود. هناك أنواع مختلفة من الثقوب السوداء، وأكبر نوع هو الثقوب السوداء العملاقة اللي موجودة في مراكز المجرات، وأقرب ثقب أسود لمجموعتنا الشمسية يسمى بسيجنس أكس، وهو موجود على بعد 6,000 سنة ضوئية. إنزين، يوم نقول ثقب أسود شو ممكن تتوقعون كتلته وأبعاده؟ في البداية لازم نعرف أن كتلة الثقوب السوداء وأبعادها تتفاوت بشكل كبير. مثلا أول ما تتشكل يكون قطرها حوالي 4 كيلومترات،
ولكنها تتضخم وتكبر مع الزمن كل ما ابتلعت المزيد من الأجرام، وممكن توصل لأحجام عملاقة. ومثل ما ذكرنا، غالبا في قلب كل مجرة في ثقب أسود عملاق، وفي مركز مجرتنا مجرة درب التبانة ثقب أسود كتلته تعادل 2.5 مليون من كتلة الشمس، وقطره يمتد لملايين وحتى مليارات الكيلومترات. يوم نقول أن مجرة درب التبانة إلها ثقوب سوداء، فالسؤال اللي يطرح نفسه هو ما مدى خطورة هذه الثقوب السوداء، وهل بيتعرض كوكب الأرض للابتلاع من الثقوب السوداء؟ على حد قول علماء الفلك الجواب هو لا، وعلى الرغم من وجود ثقب أسود عملاق متواجد في وسط مجرتنا، فمن حسن الحظ إن نحن بعيدين عنه، لأن الأرض تبعد عن مركز المجرة حوالي 30,000 سنة ضوئية، يعني 2.7 كوينتليون كيلومتر، أو 2.7 يتبعها 17 صفر، وبذلك نقدر نراقب تأثيراته من بعيد، فهو أكبر من الشمس 4 ملايين مرة ومحاط بغازات حارة. وعلى فكرة، الكثير من الناس تتخيل أن الثقوب السوداء كأنها تجذب كل شيء حولها، لكن في الواقع لأن هناك منطقة تسمى بنقطة اللاعودة، وإذا تجاوزها أي جسم ما بيستطيع أن يتخلص من جاذبية الثقب. وغير بعد الأرض عن الثقوب السوداء اللي في مجرتنا، في شيء ثاني يخلينا نتوقع أنه ممكن في يوم من الأيام هذا الثقب بيختفي. فهل الثقوب السوداء تتلاشى مع مرور الزمن؟ في سنة 1974 أعلن العالم الشهير ستيفن هوكينج عن ظاهرة سميت باسم إشعاع هوكينج. هذا الإشعاع يشتت كتلة الثقب الأسود في الفضاء مع مرور الزمن، وتستمر هذه العملية حتى فناء الكتلة تماما ويتبخر الثقب الأسود. الخيال العلمي خلانا نتخيل أن اللي يقع في ثقب أسود ممكن ينتقل لمكان ثاني في الكون، لكن الحقيقة أن الثقوب السوداء خطيرة إذا اقتربنا منها. ولكن شو ممكن يصير إذا قررنا القيام برحلة إلى ثقب أسود؟ بنعطيكم مثال عشان نفهم شو ممكن يصير للمادة من لحظة دخولها لنقطة اللا عودة حوالي الثقوب السوداء. في أحد الأيام كان في مركبتين فضائيتين حول ثقب أسود. قبطاني هالمركبتين قرروا يتركون مسافة أمان في حال صار أي خطأ وابتلع الثقب المركبتين. المركبة الأولى اقتربت من الثقب أكثر من اللازم، وفقدت فجأة الاتصال مع المركبة الثانية، وبدأت تلاحظ بطء شديد في سرعة أجهزة الإلكترونية، وطاقم القيادة يلاحظون أن صوتهم صار غريب وكلامهم بطيء. وبعد لحظات كل شيء صار يمر ببطء حتى الوقت، وفجأة بدأت قوة الجاذبية الكبيرة تشد المركبة باتجاه الثقب، والقبطان اللي كان ينظر إلى لوحة القيادة شافها كأنها تنصهر، لكن بطريقة غريبة خلت المركبة تتمدد لين ما صارت مثل السباجيتي. في هذا الوقت كانت المركبة الثانية ترصد المركبة الأولى وكأنها تخفف سرعتها، وفجأة تجمدت المركبة الأولى في مكانها، وصارت المركبة الثانية تحاول تتواصل معها، لكنها فقدت الاتصال، لأن بمجرد ما دخلت المركبة الأولى لنقطة اللاعودة، المركبة الثانية ما قدرت تشوف اللي صار، لأن الضوء ما يقدر يفلت من الثقب الأسود، ولهذا السبب كل المعلومات عن المركبة الأولى ما زالت داخل الثقب الأسود، وفقدناها إلى الأبد. في شيء غريب يأثر على الوقت بالقرب من الثقوب السوداء، وأفضل طريقة نقدر نشرح هذه الأحداث هي أن نتخيل شخصين، واحد منهم سقط داخل الثقب
والثاني يراقبه من بعيد. ساعة الشخص اللي وقع في الثقب تظهر وكأنها تدق بشكل أبطأ وأبطأ من وجهة نظر الشخص اللي يراقبه من خارج الثقب. أما في وجهة نظر الشخص اللي داخل الثقب إذا ظل عايش طبعا، الوقت عندي يمر بشكل طبيعي، لكن الوقت عند الشخص اللي ظل برع الثقب الأسود يمشي بسرعة. الثقوب السوداء تخبي معلومات معقدة عن محطة جديدة وغامضة للكون، والشيء الوحيد اللي نقدر نسويه هو أن نلحق فضولنا وندور عن الإجابة للسؤال المطروح، وهو شو ممكن يكون وراء الثقوب السوداء؟